السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واش راكم مبروكه؟ شكرا للاخوات اللي كنغبر عليهم غير نهار واحد وكيجيو يسولوا عليا في الواتساب، فكنقول لكم ان شاء الله جايين فيديوهات زوينين بزاف، يوم تحضيرات رمضانيه ان شاء الله. خليكم على القرص كما كيقولوا، فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وغادي نبدا معكم ان شاء الله هذا الفيديو. هذا من المشتريات اللي جبت. ف دزت اول حاجه الهري، جبت واحد التقضيه. صراحه كنحاول انني نتقطع كل شيء اللي غادي يخصني حتى شهر رمضان ان شاء الله الا بقينا في الحياه، باش ما نمشيش نهائيا نتقطع. ما كنحملش الزحام، وخصوصا شهر رمضان سبحان الله الوقت ديالو راه ثمين جدا. فكنحاول انني نجيب التقضيه كامله نحطها في الدار ونتهنى. المهم خديت هاد لي طابليت هادو ديال الماكينه ديال المعان، كانوا تقاداو ليا. هادو دايرين 39 درهم، فيها 40 لا مارك فينيش، زوينه كتخرج المعان كيشعلو وما كيبقاش فيهم داك التفرتيت. المهم هاد لي طابليت راهم زوينين. الا لقيتو الجيل في نفس الماركه خذوا الجيل، واعر. ولكن الجيل ما كنلقاش انا في الهري، كنلقاه غير في لي غروند سيرفاس، ماشي ديما كناخذو. المهم خديت هنايا جوج باش هكا كما قلت لكم يدوزوا ليا شهرين او لا 3 شهور، يعني على حساب. المهم هادو كما قلت لكم 39 درهم. شنو اخر خديت؟ قرارص. قرارص ما عرفت فين كيمشيو، ديما كيتضروا. خديت هنايا بالنسبه للتقضيه اللي جبت من عند الهري، هنايا مطيشة كونسونطخي ضروري الحريرة. صافي انا كنستعملها غير الحريرة فقط. خديت هنايا فرماج 96، يمكن ولا داير 70 درهم او لا كتر بشوية، المهم كان كيدير غير 60 درهم الصراحة. خديت باكي ديال السنيدة باش نزيدها على ديك الباكية اللي كنت جبت الشهر اللي فات باش ما نحتاجهاش. وهنايا خديت هاد الباكية هادي ديال خمارة، ديال الخمارة ديال الحلوة. خديت هاد الباكية ديال المية عرفتو، هادي كطيح اقتصادية جدا، كدير 35 درهم، فيها 100 ساشي، وعرفتو كتدي ليا شهور شهور وشهور. كنتهنى، راكم عارفين الخمارة كنحتاجوها بزاف. فخديت باكية باش نتهنى حسن من هذيك الكريطينة ديال 10 10 10، هذيك راها ماشي اقتصادية نهائيا. وخديت هنايا هاد الزبدة هادي، هادي باش نصوب بها السمن ان شاء الله. السمن انا عندي من الضروريات وخصوصا في الحريرة ومع الدجاج. المهم خديت هاد جوج لي مارك، هاد المارك هادي يلا غنجربها اول مره. المهم خديت هادي، كانت في الاول زوينه، دابا مابقاتش زوينه، ولكن ما عندنا ما نديرو. المهم دايره 230، الزبده مخففه ديال مراكش دايره 230، وهادي دايره 320. المهم غادي نجربو ونشوف شكون اللي فيهم زوينه. المهم هنا خديت تقريبا كيلو ديال الزبده باش نصاوبو ان شاء الله السمن. وغنعطيكم واحد السر باش يوجد لكم دغيا، حيت بزاف ديال الاخوات كيتشكاو انه كيتعطل باش انه يطلع، ولكن بهالطريقه كيطلع دغيا، يعني ما كيوصلش 15 يوم كيكون وجد. شنو اخر جبت؟ جبت هنايا اللوز والقرقاع، بغيت نصاوب بهم الجرانولا مع الشوفان. غادي ان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل غادي نشارك معكم الوصفه حيت كتعجبني بزاف. المهم انا خديت الزيت، الزيت دايره 2280 عافيه. ودزت للسوق جبت الحامض البلدي باش نرقدو، نصاوب الحامض المصير ان شاء الله، غنشارك معكم الوصفه في هذا الفيديو. وجبت هنايا التمر، ارخص تمر لقيت باش نصاوب العسل ديال التمر اللي غادي نخلط به سلو ان شاء الله، اللي حتى هو غادي نشارك معكم في القناه. واحد السلو صحي 100% بدون سكر وبدون زيوت. واخيرا ضروري من نطرق بيم باش نعاود تاني البليه، ضروري. مهم الا لقيت شي حاجه من دوك العروض ضروري ما كنجيبها. المهم بانوا لي هاد الطبيصلات هادو، خديتهم عجبوني الديكور ديالهم، غير هكا الاستعمال اليومي وصافي ماشي زعما. خديت 4 ديال هاد الحجم هذا هكا لي سالاد مثلا فرديين، مثلا كل واحد تحط ليه طبصيلو بوحدو. وخديت وحدين ديال الحجم اللي كبر شويه. المهم قولوا لي كي جاوكم ياك معروبيين.
المهم جاوني مختلفين وصافي، راكم عارفين كنبغيو نبدلو شويه وصافي. المهم هادو دايرين 22 درهم وهادو دايرين 27 درهم. ودابا غادي ندوزو باش تشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه ديال الحمض مصيق ساهل ماهل مع جميع النصائح باش ينجح لكم ان شاء الله. غادي نوريكم بعدا الحمض اللي كنت شاركت معكم العام الفايت، هو هذا الشيء اللي بقى ليا. كنت صاوبت ما شاء الله كميه كبيره وهذا الشيء اللي بقى. شوفوا اللون ديالو كيفاش كيرجع، كيرجع اللون ديالو مغلوق، وشوفوا هذاك الماء خاتر ومعلك واعر واعر بزاف هكا الطنجيه او الدجاج زوين خطير خطير. شوفوا هذاك التعليكه يا سلام. المهم هنايا واحد النصيحه قبل ما ندوزو نحضرو الحامض، هي بالنسبه لهاد لي طابليت هادو، هاد لي طابليت هادو هاد كي الا كانت عندكم ماكينه معمرش مزيان راه كتاخدو وحده وقسموها بالموس على جوج، راه كتقضي الغرض ديال ما كانش معكم كثار باش ما هكا ما تضيعو تضيعوش الحبه كلها. بالنسبه للاخوات اللي سولوني على لا مارك اللي عندي، انا نوريها لكم، هي هذه لا مارك ارتور مارتان. صراحه الله يعمر لي هاد الدار، كنت مسحتها بواحد لو برودوي غسكتو، مشاو لي هاد تمسحوا لي هاد البطونات هادو. المهم ما ديروش لي برودوي هكا لهاد البلايص هادو باش ما تخرجوش عليها، خصوصا هذاك الو خطير خطير، هذوك ما تستعملوش نهائيا للنيتواياج. هاد لا مارك هادي صراحه الله يعمر لي هاد الدار، زوينه بزاف بزاف، كتفتح بوحديتها كتنقي الماء عنها. هاني دابا راني كنت مخدماها. هانتوما هادي ديال العصاره، غنوريكم الكيسان. عرفتوا ماكينه الماء عن راه شي حاجه ضروريه والله العظيم، اللي جربها هو اللي غادي يعرف. والكيسان هما هادو، هانتوما شوفوا النقا عاتي، راه كترجع داكشي كيشعل خصوصا في رمضان كيكثروا الماعن، ولا جاو الضياف راه عرفتوا راه كارثه دوك الماعن. شو كيفاش كيخرجوا صراحه كيلمعوا. وفيها دو زيطاج بالنسبه لهاد لا ماركه عندي، فيها دو زيطاج، كندير هنايا المعالق والفراشط والماس وداكشي. وهاد ليطاج هذا كندير نعمرو كما شفتوا، ومازال ليطاج الاخر حتى هو كنعمرو الكوكوط. المهم كتهز مزيان، والميزه اللي فيها هي انها منين كتسالي كتفتح باش هذوك الماعن كينشفوا وما كيبقاش داك البخار. وغادي ندوز باش نحضر معكم الحامض مصير ان شاء الله. فاول حاجه غادي ندوز هي غادي نغسل هذاك الحامض اللي جبت ضروري، وغادي نستعمل هذه الشبكه هذه ديال الماعن عرفتوا، بلا صابون بلا والو، باش كنفركو مزيان مزيان، لانه كما كتعرفوا كيكون فيه الغبره وكل شيء، ضروري انه يتنقى مزيان مزيان. هذيك الشبكه كتعاون انه تحكوه هكايا كيحيدوا دوك الغبار ودوك الاوساخ اللي كيكونوا عالقين في القشره ديالو في دوك الحفيرات. صافي غادي نفركو مزيان مزيان حتى يتنقى ويرجع كيشعل كما شفتم. بالنسبه لهنايا واحد الملاحظه، الناس اللي ما كيعرفوش الحامض البلدي كيكون مكور وكيكون عنده داك الطريبيش عكس ديال السيترون اولا الحامض الرومي، تيكون طويل يعني الشكل ديالهم راه باين وواضح. وبالنسبه للحامض البلدي هو اللي كيجي في المصير زوين، الحامض الرومي راه ما كيجيش نهائيا، كيجي مصير رائع لانه النكهه ديالو مجهده بزاف بزاف. انا خديت هاد البوكال هذا اللي غسلته مزيان، وخديت هنايا الملحه من الافضل، الا لقيتو الملحه الحرشه راه كطلعوا بالزربه. وهنايا كناخذ الحامضه كما شفتوا كنقسمها، كنقلبها على الجهه الثانيه وكنقسمها العكس ديال القسمه الاولانيه كيف ما شفتوا معاكسين بحال هكا. فهاد الطريقه هادي افضل بكثير من الطريقه يعني التقليديه اللي كنديروا فيه بحال زاد بحال زائد عفوا. هاد الطريقه هادي كتخليه يطيب دغيا وما كيغملش. صافي وكنعمر هذيك الحفيره بملعقه صغيره ديال الملح كما شفتوا، كنعكس ديك الضربه ديال الموس مره على هاد الجهه كنقلبو مره على الجهه الاخرى باش كيطيب لينا بالزربه، والملحه كتكون واصله للجوانب كاملين. صافي هنا كنبدا كنوضع هادوك الحامضات في هذاك البوكال ديالي بهذه الطريقه بنفس الطريقه. فهنا باش نسرع كنحاول انني نقسمهم كاملين مره واحده باش كندوز ندير لهم الملح. بالنسبه للطريقه ديال الحامض راه ديجا شاركتها معكم في القناه جوج ديال المرات، معتمده عندي وناجحه ودغيا دغيا كيوجد، يعني ما كيوصلش حتى 15 يوم كيكون واجد وشي حاجه بنينه. ما نعاودش لكم كيفاش كيجي، راه خطير خطير خطير. هنايا من بعد ما خليته واحد المده كيطلق هذاك السائل اولا داك العصير كما شفتوا وكيهبط. صافي هنايا كما شفتوا راه نزل، غادي نعاود نزيدو الحامض
خاصو يكون مدكوك مزيان، نحاولوا انه ما يكونوش يعني الفراغات، نحاولوا اننا نزيروه مزيان مزيان كما شفتوا، زيروه ونزيدوا كميه اخرى. كنبقى مستمره بحال هكا وكنضغط، وكما كتشوفوا هذاك السائل هو راه كيطلع حتى كيعمر كامل، لانه هاد الماء ديالو هو اللي كيطيب، يعني هو كيطيب في الماء ديالو ضروري ما نضغط. خاصني ضروري نعمرها مزيان، ما نخليش الفراغ. صافي دابا كتبان لي بانها عمرات مزيان، غادي نسد عليها ونخليه حتى يطلق الماء ديالو، نعاود نرجع باش نكمل. راه باقي عندي هنايا شي حبات اخرين غنخليهم حتى كيهبط، وكنزيد هاد الحبات هادو غادي ندخلهم فيها، وغادي نوريكم الطريقه في الاخير شنو غادي نزيد باش ما كيخسرش وكيخرج رائع. ودزت هنايا باش نشارك معكم طريقتي في الاحتفاظ بالربيع، طريقتي المعتمده. فانا خديت كميه كبيره ديال الربيع، تقريبا هنا شي 4 ديال الربطات، غسلته مزيان مزيان بالماء والخل حتى تحيدت منه الغبره. وهنايا غادي ندوز باش نشفو في النشافه ديال الخضر، كنشفو اكثر من مره حتى كنتاكد انهم ما بقاش فيه الماء كما شفتوا. صافي غادي نجيب الهشوار ديالي العجيبه. بالنسبه للاخوات اللي بغاو الهشوار ان شاء الله راه غتكون متوفره ابتداء من هاد الاسبوع هذا. اللي بغات دوز لا كوموند ديالها ما عليها الا تواصل معايا عبر الواتساب، دخل وتخلي لي المعلومات ديالها، وراه كندير الارسال لجميع المدن، والارسال راه بالمجان. بالنسبه اللي كتبغي الربيع يتطحن مزيان كما شفتوا، راني درتو يعني بالعواد ديالو، ما قرطتو لا على جوج لا على ربعه، درت الربطه هكا كما هي، وشوفوا معايا النتيجه كيفاش دايره، راه كيتقرض ما شاء الله. والاخوات اللي خداوها من عندي ياكدوا ليا في التعاليق النتيجه ديال الربيع كيفاش كتخرجوا ليهم، راه كيخرج يا سلام، ما كاينش حس العواد نهائيا، ما كتمحنش، تبقاو كتزولوا العواد اللي فيهم اصلا الفائده، راهم غنيين جدا بالكالسيوم وكذلك بالفيتامين سي، فما ضروري نحتفظوا بهم، علاش غادي نرميهم. وهنايا من بعد ما كنقرض الربيع كيف ما شفتوا، غادي ندوز باش نقرض الكميه المواليه كيف ما شفتوا، كندير الربطه كيف ما هي بعوادها بكل شيء ليها، ما كنقسمهاش نهائيا، راه كتخرجوا منيل. انا عارفه اش كنقول، هشوار لي واعره واعره. الاخوات اللي خدوها من عندي راه كلهم كيشكروها ليا في الواتساب وفي الانستغرام، راني كنشارك معكم الردود ديال الاخوات كاملين، وشوفوا ما شاء الله كيفاش كترجع الربيع، يا سلام، غتهنيكم في رمضان من الربيع والتقراط ديالو. هنا خديت قرعه اللي تكون نقيه تكون ناشفه طبعا، وكندير فيها الربيع، وكنحاول انني ندكو مزيان مزيان باش ما كيبقاوش الفراغات وما كيبقاش الهواء باش ما كيخسرش. هذه حيله ديروها للربيع، دكوه مزيان في البواطه. هنايا دزت الكرافس اللي حتى هو كما شفتوا درتو بعواده كيف ما هي الربطه درتها، وغادي نقرضو حتى هو بنفس الطريقه هكا لرمضان، شي حاجه اللي سريعه وسهله ما كتبقاوش مضاربين معاه، كنطحنو حتى هو بنفس الطريقه. وبالنسبه للموس اللي استعملت، راه هو الموس ديال 4 ديال الشفرات هو اللي خاص بالتقراط، وشوفوا ليا الكرافس كيفاش رجع، شفتوا راه ما كاينش حس شي عواد نهائيا. صافي انا خديت قريعه اخرى وغادي ندير فيها الكرافس بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لرمضان راه كنوجد كميه كبيره وكنديرها بنفس الطريقه. هنايا كنحط الزيت هكايا في الاعلى ديال القرعه، كنحاول انني ندورها بحال هكا، فهي كتمنع اي اتصال مع الهواء، وبالتالي الربيع راه كيبقى مزيان بلا مجمد غير في الثلاجه حتى ل 15 يوم. صافي هنايا كما شفتوا السائل راه وصل هنايا، زدت هذوك الحامضات اللي بقاو ليا وكنضغط عليه، شتو الماء راه خاصو يعمر كامل بالماء. وهنايا هاد البلاصه هادي غادي ناخذ واحد العود ديال السنان السنان عود ديال الشواء بحال هكا، غادي نقسمو على جوج، وغادي نحاول نديرو هنا كيف
كما شفتوا غادي نحاول ندخله مزيان هنايا باش نضغط على هذاك الحامض يبقى مغموس في الماء. هانتوما كيف ما كتشوفوا باش كيبقاو عندي دوك الحامضات مغموسين في الماء ضروري ما كندير هاد الحيله هادي حيت الا بقى الحامض فوق من الماء كيغمل وكيخضر. داكشي علاش هاد التدبيره هادي ضروريه كيف ما شفتوا باش كنثبتوا هذاك الحامض تحت من السائل وكيبقى مغطي بالسائل بهاد الطريقه هادي. واخر تدبيره غنديروا باش هاد الحامض هذا ما يغملش لينا ويخسر غادي نديروا واحد الطبقه ديال الزيت من الفوق. فهاد الطبقه هذه غادي تمنع اي كونتاكت مع الهواء وبالتالي ما غاديش يغمل لينا الحامض ديالنا. هاد المشكله هذا كيوقع بزاف من الناس يعني كيخطر لهم ديك الطبقه الفوقانيه لانها كتكون متلامسه مع الهواء. صافي هنايا كنديروا واحد الطبقه مهمه ديال الزيت كيف ما شفتوا بحال شي غلاقه كتولي من الفوق بحال هكا. وصافي غادي نتسناو ان شاء الله على الحامض تقريبا واحد 15 يوم حتى 20 يوم كيكون واجد. غادي نغلقو دابا غندير ليه واحد الميكا من الفوق عاد باش غنغلق. فهذاك هذوك العويدات ديال الشواء كيف ما شفتوا راه مهم جدا جدا انكم ديروهم باش يبقاو ضاغطين لكم على الحامض باش ما يطلعش فوق من الماء يبقى مغموس في الماء باش ما يخسرش. صافي هنايا غادي نغطيه ببلاستيك وغادي نديرو في مكان اللي يكون مظلم ويكون جاف حتى يوجد ان شاء الله. وراه غادي نشارك معكم مني يوجد راه كيولي اللون ديالو يعني مغلوق والمذاق ديالو خطير ما نقولش لكم.